حقيقة انطلب مني أعرف عن حالي. أنا ميشيل حاجي جورجيو، صحافي بالأوريون لوجور، ناشط بحقوق الإنسان. بس أنا قدامكم اليوم عم بقول لكم أنا ماشي. أنا بفتخر إنه أكون نقطة بهيدي الصورة هونيك نهار 14 آذار 2005، لأنه هيدا نهار شعرت فيه إنه أنا فخور إني أكون لبناني، لأني كنت مواطن في مدينة بيروت. في هذا اليوم المجيد نتذكر كل شهداء السيادة والاستقلال ونقول لهم إننا لا ننساهم، كما أن حقهم سيبقى مصانا، إذ لا راحة للشهداء ولا كرامة للوطن من دون العدالة ومعاقبة المجرمين. فالشهداء هم الشعلة التي تضيء لنا الطريق مهما اشتدت علينا الصعاب ومهما ضاقت الآفاق، كما لابد لنا أيضاً أن نتذكر الرفاق الذي غادرونا، وخاصة اسمحوا لي نسيب لحود ونديم سالم. لكن أرجو أن تسمحوا لي اليوم وبشكل خاص بأن نتوجه ونوجه التحية معاً إلى الأحياء. فالشهداء سقطوا، سقطوا لنبقى أحياء ونكمل المسيرة. تحية كبيرة لميشي دياك ولمروان حمادة والياسر مر وسمير شحادة، فهم يستشهدون كل يوم بعذاباتهم الجسدية والمعنوية. عودة إلى تاريخ 14 آذار 2005، إلى ما يرمز وما معنى انتفاضة الاستقلال. 14 آذار حالة سلمية سيادية ديمقراطية مدنية إصلاحية عربية أممية، وأشدد على كل كلمة من هذا التعريف. نستخلص من دينامية انتفاضة الاستقلال ثلاثة اتجاهات أساسية تظهر في مقالات من حلم وناضل واستشهد من أجلها سمير قصير. خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى ما قبل اغتياله في 2 حزيران 2005. وهذه الأبعاد هي: أولاً، مواجهة محاولات الإطباق على الدولة وسيادتها من قبل الجهاز الأمني العسكري السوري اللبناني، ونتذكر المقال الشهير عسكر عالمين. ثانياً، الربط بين ربيع بيروت وربيع العرب، وتحديداً بين استقلال لبنان والديمقراطية في سوريا. وثالثاً، الدعوة إلى نقد ذاتي وإلى إصلاح مستمر بما يؤمن للمجتمع اللبناني العبور إلى المواطنة والدولة المدنية والحداثة. ففي السياق الأول، لابد من أن نحيي كل الذين ضحوا كي يستعيد لبنان سيادته واستقلاله، أي كل الذين تم إخفاءهم وسجنهم ونفيهم، وفي مقدمتهم أمين شميل وسمير جعجع. وكنت بحب أذكر ميشيل عون، بس معقول ينفي إنه نفي على كل على إيد السوريين. والمبعدين قصراً اليوم كسعد الحريري أو زياد ماجد أو الزميل فارس خشان. بعد عودة نظام الوصاية من النافذة على مراحل متتالية في السنوات الأخيرة. وتحية أيضاً لكل فئات المجتمع السياسي والمدني والأهلي، من نساء ورجال، شبان وشابات، حزبيين ومستقلين، مقيمين ومغتربين، إيه لأنه عم ننسى المغتربين، أي كل مواطن ساهم من موقعه في الحفاظ على قيم ومبادئ 14 آذار 2005.
فنحن أقوياء بقيمنا ومبادئنا وبوحدتنا، وهذا هو أقوى سلاح لنا في مواجهة السلاح. نحن نعلم ما معنى العذاب والتضحية من أجل الكرامة والحرية والعدالة، أي من أجل الحياة. وأوجاع الثوار في كافة البلدان العربية، بل في كل العالم، تذكرنا بآلامنا، وخاصة في سوريا، لأننا عانينا ولازلنا نعاني من الجلاد نفسه، لا بل من العقلية الشمولية المتحجرة نفسها. تحية إذن من ثورة الأرز بكل مكوناتها، بوجدانها وماهيتها وضميرها وأخلاقياتها وإنسانيتها، إلى الشعب السوري الجبار الذي يكتب بدمائه ملحمة جديرة بالانحناء أمامها. إلى إخوتنا في عشق الحرية نقول: تضحياتنا هي تضحياتكم، وصليبنا صليبكم، وجهنمكم جهنمنا، وخلاصكم خلاصنا. فإذا صحت يوما هذه المقولة البعثية التافهة اللعينة تلازم المسار والمصير، فهي بالطوق المشترك للحرية والكرامة. وحشية هذا النظام هي ما ندد به منذ سنوات الباحث الفرنسي العظيم ميشيل سورا، فكان من أوائل الذين حذروا العالم مما أسماه الدولة البربرية، الإتاد بربري، إلى أن أدت به شهادته إلى الاستشهاد، إلا أن العالم أجمع بقي مكتوف الأيدي، بل ساند النظام السوري. واليوم، ورغم فظاعة الصور التي تكشف عن حجم الجرائم والانتهاكات اليومية ضد المدنيين العذل، كمشاهد مجازر حمص وإدلب البارحة المريعة، ما زال المجتمع الدولي في حالة تترنح بين اللاوعي واللامبالاة، بين التعثر والإهمال. وهذا الأمر مرفوض في عصرنا هذا. من هنا اليوم أطلب بتدخل دولي عاجل لإيقاف إراقة دماء الأبرياء في سوريا، وردع النظام عن إبادة شعبه. من شهداء 14 أذار إلى شهداء 15 أذار، تحية للمناضلين غياث مطر ومشعل تمو، وإلى الفنان إبراهيم قشوش، والطبيب إبراهيم عثمان، والصحفيين رامي السيد ومزهر طيارة، وألاف الأطفال أمثال حمزة الخطيب ومصطفى جركس. وتحية أيضاً إلى معاناة الصحفيين الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم كي ينقلوا حقيقة ما يجري في سوريا، إلى روح أنطوني شديد وماري كولفن وجيل جاكيه وريمي أوشليك. تحية من أحرار لبنان إلى أحرار سوريا، فرداً فرداً، بدءاً بعميد السجناء رياض الترك، مروراً بفاروق مردن بيك ورياض سيف وجورج صبرة وعلي فرزات وغيرهم. بالطبع ما فينا نسميهم كلهم. وتحية لياسمين سوريا الحرة، رزان زيتوني وسهير أتاسي ومنتهى الأطرش وفدوى سليمان ورزان غزاوي وكاترينا التلي ورفح ناشد. تحية من لبنان 150,000 قتيل إلى سوريا 10,000 قتيل. وكلنا نعرف دور المحور السوري الإسرائيلي في تغذية الصراعات الداخلية والعنف في لبنان، كما اليوم في حماية النظام الأسدي المجرم. لقد سقط القناع عما يسمى بجبهة الممانعة. هي ممانعة نعم، ولكن فقط في وجه الحرية وحق الشعوب في العيش بسلام وتقرير مصيرها. أما للمعارضين السوريين
للاجئين، اللاجئين والنازحين. وأنا عم بحكي أنا ابن لاجئ من الأناضول، بعرف شو عم بحكي. نقول أهلاً وسهلاً بكم. لطالما كان لبنان أرض اللاجئين من الظلم والاستبداد، من هذا المنبر أوجه رسالة واضحة وحازمة إلى المعنيين، خصوصاً بعد أن حصد النظام الأمني الجديد القديم ضحايا جدد، منهم الأخوة جاسم والشبلي العيسمي. بيستحقوا زقفة. إلى كل الذين ينددون بلجوء المواطنين السوريين إلى لبنان نقول استحوا. أنسيتم كيف استقبلنا الشعب السوري أبان حرب تموز 2006؟ هل خانتكم الذاكرة إلى هذا الحد؟ وإلى الذين يحاولون في بعض الأوساط تغذية الشحن الطائفي بالمقارنة بين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين قبل الحرب اللبنانية، مع زرع الخوف من قيام مخيمات في الشمال والبقاع، هل هذا اعتراف منكم بأن أفعال النظام الأسد في سوريا هي بحجم فظاعة ما فعلته إسرائيل ولا تزال في فلسطين المحتلة وفي غزة؟ وإلى المؤسسات الرسمية اللبنانية من سياسية وعسكرية وأمنية، لا تصغوا إلا لإنسانيتكم، لا تنفذوا ما قد يؤذي صورة وسمعة لبنان. حماية النازحين والمعارضين مسؤوليتكم، والإخفاء القسري جريمة نكراء. لا تتركوا أسداً من هنا وغضنفر من هناك ينتزع منكم صفة الإنسانية. أما في موضوع ما يسمى بالنائب النفس، لو سمع شارل مالك هذه العبارة الساذجة والمعاكسة أصلاً للواقع، لكان ناء بنفسه عن تمثيل لبنان في وضع أسس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولكان اعتزل الدبلوماسية. النائب النفس هو نائب لبنان عن دوره ورسالته وماهيته. هنا سؤال لجمهور التيار الوطني الحر، أي رفاقنا القدامى، هل نسيتم ما فعل بنا هذا النظام؟ كيف كمعنا وزجنا في السجون وأهان ضباط جيشنا وأخفى العسكريين والرهبان؟ والرهبان، نعم والرهبان، لهم اسم، بير شرفين والبير أبي خليل. كيف تديرون ظهركم لمن بقي قابعاً لغاية اليوم في سجون النظام؟ وهل نسيتم 13 تشرين 1990 و7 آب 2001؟ ربما قد فات الأوان للعودة إلى صفوفنا، لكن من أجل أنفسكم ومن أجل الوطن، عودوا إلى جذوركم، لأن الوقت بدأ يداهمكم. أيام النظام معدودة وسيسقط حتماً. وإذا مش هالتلاتة، تلاتة الجاي. فما شأنكم أنتم في كل هذا؟ عودوا إلى شرعة حزبكم التي تعترف بنهائية الإنسان كقيمة بحد ذاته وبأهمية ثقافة السلام وحقوق الإنسان. أم أن ورقة التفاهم مع حزب الله باتت هي شرعتكم؟ وإلى جمهور حزب الله أقول أيضاً، احتكموا إلى ضمائركم، فنظام الأسد يتبع سياسة الأرض المحروقة في بلاده ويدمر مدنه ويقتل شعبه، يفعل كل ما حلمت به إسرائيل. لقد أصبحت سوريا فريسة الأسد خدمة لإسرائيل. أو هل يباح للشقيق والحليف ما تفعله إسرائيل في غزة؟ هل بدفاعكم عن النظام وبصمتكم أمام المجازر
تسكتون الاستكبار وتدافعون عن المستضعفين؟ أم كل شيء عندكم أصبح نسبي حتى محاربة الظلم والظالمين؟ أهذا هو شرف أشرف الناس؟ وفي هذا السياق وتماشياً مع البعد الأخلاقي والأممي لثورتنا، لابد أن ننحني أمام تضحيات شبيهة بتضحياتنا. فتحية لتونس محمد البوعزيزي، ومصر وائل غنام، ويمن توكل كرمان، وليبيا محمود شمام، وبحرين منصور الجمري. وتحية إلى روسيا سولجينيتسين وأندري ساكاروف وأنا بوليتسكوفسكايا وإدوارد ليمونوف ولسين آي وي وي وتشي تاو ولي تشون كلينغ ولي دالاي لاما في ذكرى انتفاضة التبت، ولإيران نادى أغا سلطان وشيرين عبادي وأحمد زيد أبادي وأكبر غنجي ومحسن مخمل باف والشيخ محسن كاليفار، ولجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا وهند المهاتما غاندي وبرازيل غايتانو فيلوسو وماريا بيتانيا وجيلبرتو جيل. وتحية لإنسانية الإمام محمد مهدي شمس الدين والإمام موسى الصدر والمفتي محمد حسن الأمين والمفتي علي الأمين الممثل اليوم بابنه العظيم هادي الأمين والشيخ هاني فحص الممثل أيضاً بابنه مصطفى فحص العظيم، وآية الله السيستاني والمفتي حسن خالد والشيخ الأزهر وكمال جنبلاط والبطريرك غريغوريوس الرابع حداد في وجه وحشية الطاغية جمال باشا والمطران الياس عودي. وأخيراً وليس آخراً للبابا يوحنا بولس الثاني وغبضة البطريرك مار نصر الله بطرس الصفير أطال الله بعمره. وأمام هذا الواقع المرير، كم صح كلامك المعبر والدقيق والمكتضب المعبر والدقيق والمكتضب المعبر والدقيق والمكتضب. كالعادة يا غبطة البطريرك الصفير، بئس هذه الأيام. هذا الواقع الأليم يذكرنا بقول المفكر الصوفي محي الدين من عربي: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذ لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلاً كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهباني وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أين توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. نعم، الواقع فيه ما يكفي من المرارة، ولكن نحن أقوياء بإيماننا. إن رسالتنا هي السلام، ونهائية كفاحنا هي فرادة الإنسان. ومن هذا المنطلق نعود لمد اليد إلى جمهور كوى 8 أذار، خاصة إلى أخوتنا في التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله. رغم أننا تعبنا وسئمنا من ذلك، لأن كلما مددنا اليد قابلتموها بالسلاح والصراخ والتهديد والتخوين والأصابع المرفوعة وشتى أنواع العنف المعنوي من الشماتة إلى الشتائم للأحياء وللشهداء. ولعل هذا التصرف مبني على التباس لديكم في فهم قاعدة أساسية: لا نخاف منكم ولا نخاف سلاحكم الذي أضع رمزيته في شوارع بيروت والجبل، وربما أيضاً إذا صدق الصوار في شوارع سوريا. ما لم تفهموه حتى الآن وما بتنا نريدكم أن تدركوه سريعاً من أجل لبنان والعيش المشترك، هو أن الشجاعة الحقيقية ليست فقط في المقاومة بل في المصالحة وثقافة السلام. الشجاعة مثلاً
الشجاعة مثلاً في إعلان بيروت عام 2004 وفي إعلان فلسطين في لبنان الذي طوى صفحة سوداء من العنف، وفي إعلان بيروت دمشق عام 2006 ووثيقة المجلس الوطني السوري الموجهة للبنان 14 شباط، ولحظة 14 أذار التي هي 2005 التي هي لحظة مصالحة بامتياز بين مكونات الشعب اللبناني. نعم، ليس سلاح زينة الرجال كما يقال، بل السلام الذي هو زينة الإنسان. عكس ذلك يعني تكرار مآسي الماضي، ونحن أولاد الحرب ولا نريد لأولادنا أن يعيشوا المأساة نفسها، فتعالوا نبني معاً سلام لبنان الآن، وضعوا جانباً هذا السلاح وسلموه للدولة، فأنا الأوان لينعم لبنان بدولة سيدة على كامل أراضيها وبعدالة للجميع وبمساواة بين الجميع في المواطنية. أيها الرفاق، في 14 أذار من ساسة ورأي عام وحزبيين ومستقلين، ماذا أقول لكم في إطار المراجعة النقدية الشفافة والضرورية؟ لن أتوقف عند الخلافات الناتجة عن التسابق نحو السلطة والمراكز، ولا عند التسويات السياسية في مرحلة السين سين، ولا عند بعض التقلبات في المواقف تحت وطأة السلاح، ولا عند الإرباك في مواكبة الثورات العربية عندما بدأت، أو سوء التنسيق في بعض الملفات كالمشاركة في الحكومة الحالية أو موضوع قانون الانتخاب. فكل ذلك من الماضي، جل من لا يخطئ، ولكننا مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف والعودة إلى الجذور، أي إلى لحظة البراءة، لحظة الانطلاقة. لعل أبرز ما حققته 14 أذار خلال السنوات الأخيرة هو إنتاج لغة مشتركة بالحفاظ على تنوع ومميزات كل أركانها. تجلى ذلك في الفترة الأخيرة بوثيقة سيدة الجبل وشرعة حزب الكتائب في ختام مؤتمر الأحزاب الديمقراطية الوسطية، ووثيقة تيار المستقبل حول الربيع العربي، وشرعة حزب القوات اللبنانية. أضف إلى ذلك كل الوثائق والمبادرات التي صدرت عن الأمانة العامة ومثقفي 14 أذار خلال السنوات الأخيرة، والفضل الأكبر لذلك يعود إلى جهود ضمير انتفاضة الاستقلال سمير فرنجي. كما تمكنت 14 أذار من التصدي لمحاولات كسر عزيمتها بشتى الأساليب السياسية منها والأمنية، من خارجها ومن داخلها، ما أعاق من قدرتها على الإنتاجية، ولكنها لم تتمكن حتى الآن من إيجاد صيغة تساهم في الجمع بين القوى الحزبية والمستقلين وتؤمن التواصل مع الرأي العام، فذلك بقي مستحيلاً حتى الآن بسبب الهوى بين نقطتين: الأولى هي الصراع على السلطة، والثانية الحفاظ على المبادئ الأساسية للحركة. فبين تلك النقطتين تتأرجح 14 أذار السياسية حتى الآن. لقد ضعف دور المستقلين إلى حد الغياب، وهيمنة الأحزاب في نهاية المطاف على القرار التنفيذي. أما الرأي العام فبقي سباقاً رغم هذا التعثر، كما بقي روحاً نابضة رغم حالة تشبه علاقة الشغف متأرجحة بين الحب والكراهية بينه وبين السياسيين الأحزاب والقيادات، وهذا ما أثر على هوية 14 أذار المتأرجحة بدورها بين نماذج من التقليد السياسي وأخرى من الحداثة، وأحياناً بين مزيج من الاثنين معاً. بالتأكيد أصعب جهاد هو على الذات، لذلك يجب أن نتخطى دائماً المصالح الضيقة والأنانية. نحن هنا لكي تستمر قضية وطن ونهائية كل إنسان في هذا الوطن، إنسان يتمتع بجميع حقوقه الطبيعية، لنتذكر إننا من التراب وإلى التراب عائدون، فلا قائداً تاريخياً ملهماً وأبدياً. نحن هنا كي نسلم المشعل للأجيال القادمة. لذا نكرر: لا لدولة الزعامات والجماعات والطوائف والمذاهب، لا للتقوقع، لا للجتويات، لا للانعزال ومنطق العد والأقليات والأكثريات ومنطق
الغلبة ولا للقبلية والذبائنية والشمولية والجمود والعنف. ونعم، ألف نعم لدولة مدنية واحدة تساوي بين كل المواطنين، دولة الحق والحريات والعدالة والتنوع، دولة ديمقراطية والسلام والإنسان وحقوق الإنسان. وكما قال دوغول يوما للأمريكيين، وهذا موجه إلى الداخل وإلى الخارج، نريد حلفاء وليس أسياد. لنكن مدركين أن هناك رأياً عاماً وشعباً يحاسب. كلما انسجمنا مع صورة 14 أذار 2005، كلما اقترب منا ليس فقط رأي عام 14 أذار، بل كل الشعب اللبناني. وكلما ابتعدنا عن هذه الصورة، نبذنا هذا الرأي العام ولعننا. اللبنانيون يريدون أن يحلموا، يريدون أن يحلموا، لأن الحلم أساسي في حياة الأوطان، كما يقول ميشيل شيحة. ما هيك شيخ ميشيل؟ فلتكن العلاقة أكثر تساوياً بين القيادات السياسية والمستقلين والرأي العام، لكي نبتكر معاً هذا الإطار اللين الجامع لكل اللبنانيين على قاعدة المواطنية فقط، كي لا نخذل الشهداء والأحياء، كي لا نبحث معاً عن حفار قبور كما في رواية جبران خليل جبران يدفننا في غياهب التاريخ. لنكن على قدر المسؤولية، لنلبي دعوة سمير قصير إلى الانتفاضة في الانتفاضة والعودة إلى الشارع، ولنقسم مجدداً مع جبران تويني إننا سنبقى أولاً وآخراً مواطنين لبنانيين موحدين دفاعاً عن لبنان العظيم. وهكذا يا رفاق نعود إلى الوضوح. عشتم، عاشت ثورة الأرز وعاش لبنان.